بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. معكم يومية عائلة أم هبة. اليوم جيناكم بوصفة جديدة، وصفة ديال لي بات بالجديد. الطريقة جميلة وبسيطة، وهي كتجي بنينة وكتجي لذيذة. غتبقاو معايا ونوريكم المكونات اللي عندي. عندي لي بات هاد النوع هذا، ما عرفتش شنو كتسمى، المهم على هاد الشكل هذا، شكل مخروطي. عندي ثلاثة مطيشات محكوكين. عندي القديد كيف ما كيبان لكم، مرقد في الماء ومقطع رقيق كيف ما كتشوفوا، قطعته رقيق باش دغيا يدخلوا الطياب. عندي بالنسبه للتوابل، عندي البزار، سكنجبير، الخرقوم عرق والملحه، ثوم، ثلاثه الفصوص ديال الثوم محكوكين، وعندي مطيشه ديال الحك تقريبا 3 المعالق، والزيت نباتية من طبيعة الحال. دابا غناخد هاد المكونات وغنفرغهم في المقلاة نشحر فيها هاد المقادير. غنزل الثومة هي الاولى، يمكن لكم تشحروا الثومة حتى تتحمر تتحمر تتصفر تصفر يعني تحمر مزيان، عادش تضيفوا ليها المكونات، ولكن انا غندير كلشي دابا، غنزلو وتشحر كلشي على خاطره. نزلت كيف ما كيبان لكم الثوم، المطيشه، القديد، يمكن لكم اللي بغيتوا ديروا البصله ديروها، انا فضلت ما نديرش البصله. عندي التوابل، غنزل معلقه ديال خرقوم عرق، سكنجبير. نتوما كديروا التوابل على حساب الرغبه ديالكم، كاين اللي كيبغي توابل كثيره وكاين اللي كيبغي التوابل قليله. والملح حتى هي غنضيفها، وانتم على حسب القديد الا كنتم قويين فيه الملحه، والا كان الملحه فيه قليله. انا القديد عندي غسلته مزيان من الملح. والزيت النباتيه غنشحر كل شيء في المقله، نخلط كل شيء، نخلط كل شيء تشحر تقلى مزيان. غنخليها وغنزل كيف ما كيبان لكم المغلي من قبل. غنزل لي بات عندي، نشعل عليهم العافية، غنضيف ليهم الزيت باش ما يتلصقوش. زيت نباتية او زيت العود. غادا نضيف ايضا الملح لي بات او المعكرونه او وش كل واحد وكيفاش كيسميها باش ما تجينيش باسله. ايوا صافي، غادا نخلي هادو حتى يطيبوا وهادو حتى يتشحروا، ومن بعد نوريكم المرحله الثانيه. بالنسبه للقديد ديالنا كيف ما كيبان لكم راه طاب. دابا غنضيف المعجون ديال الطماطم، ما بغيتش نضيفه في الاول حيت هي نخلطوا لاصوص ديالنا بحال هكا، غتعقد لينا الترميله او لاصوص ديال لي بات. غنخليوها بحال هكا وغنوريكم لي بات ديالنا هما طابو. ما تخلوهمش يطيبوا بزاف. بالنسبه للناس اللي متابعين حميات، كنصحوا الاطباء في هذه الحاله هذه باش لي بات ما نطيبوهمش بزاف باش ما يزيدوش لنا في الوزن. انا ما طيبتهمش بزاف، يعني ماشي خضرين، ولكن داخلهم الطياب. صافي دابا غادا نديرو كيف ما كيبان لكم. انا لي بات ديالي صفيتها، لاصوص ديالي وجدات. انا ما عنديش زعتر دابا، انا حنت في الدار ديال التخيام، ما متوفرتش على الزعتر. أنا دائما كنحك تقريبا معلقه ديال الزعتر مع هاد لاصوص، كتجي زوينه ويجي المذاق ديالها هائل ورائع. نخلط بشويه بشويه، عندي الكونتيتي ديال لي بات شويه كثيره على حساب عدد الافراد. الا كان عندك الفرماج الاحمر ولا جوب الموتزاريلا تحكيه من الفوق، كيجي بهاد المقارونية هادي، كيجي مذاق ديالو زوين. كيفضلوا الدراري الصغار. شوفوا معايا
مذاق ديالها كيشهي. ونسيت ما قلتش لكم بان راه لاصوص طوماط ولا هاد الشرموله ديال المقارونيه رانا ضفت فيها واحد جوج معالق ديال السكر باش نهرس الحموضه ديال المطيشه تجي حامضه بزاف ما يبغوهاش الدراري الصغار. كيف ما شفتوا معنا الطبق ديال العشاء، نتوما ديروا العشاء للوليدات اولا بغا ترافقوه مع شي قطبان ولا شي حاجه كيعجب الدراري الصغار بزاف هاد الاكله. كيف ما شفتوا معايا غنمشي دابا نخوي الطبق التقديم. كيف ما شفتوا معنا انا غنحطها في طبق التقديم، انا فضلت نديرها في طبق واحد. وبالنسبه للناس اللي كيبغوا يديروها في اطباق فرديه لهم حريه الاختيار. بالنسبه للطبق ديالنا هو وجد. كنتمنى الى عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وبلي لايك وتركوا لنا تعليق وتركوا لنا الوصفات اللي تبغونا نقدموها لكم. والى اللقاء ان شاء الله في وصفه مقبله.